انا مش داخل مجال السياسه انا علشان اشوف المركب ماشي فين وامشي معاه، انا بسجل موقف للتاريخ حضرتك ويجب عليك انك تحسبه لي. انت كنت بتقول الدكتور عماد دخل علشان مش عارف ياخد جزء من الكيكه وجزء من الكعكه والاخوان والمواله. طب دلوقتي في الموقف اللي احنا فيه، كان انا انط في السفينه او انط في المركب اللي هي اللي في ايدها السلطه دلوقتي، انا ما عملتش. لو كان حضرتك زي التوصيف اللي انت بتقول ولا تاخذك بالوطن، العزه بالاسم، لا معلش في نفس الوقت انت حضرتك عزه بالاسم ايه بس؟ لا يعني لو انا خطأ انا لو أقول انا لو قلت الكلمه دي هتقولوا تستغلوا ايات الـ لا القرآن. والله يعني اذا اخطات اقول اخطات. انا ما اخطاتش حضرتك، انا ما زلت متمسك بموقفي. لما انت تحط الناس في السجون، لما انت تغلق القنوات الفضائيه، لما انت تسمح بخطاب تحريضي بامتياز في وسائل الاعلام بيبص الكراهيه وبيشجع على العنف وبيروج للاكاذيب في جميع المجالات، ورابعه حتى انا نفسي لم انجو لم يخرج واحد قال كلمه دم يا دكتور. يعني انت بس الدم الذي خرج من رابعه. اديني فرصه انا اتفضل اعبر عن وجهه نظري. اتفضل. انت حضرتك لما دلوقتي تشيل حكومه منتخبه بغير الاليات اللي احنا اتفقنا عليها في الدستور، لما تيجي تجمد الدستور اللي نزل حوالي حاجه و20 مليون مصري علشان يصوتوا عليه، لما تيجي انت تلغي لي مجلس النواب اللي نزل حوالي 32 مليون مصري، لما تيجي تلغي لي مجلس الشورى اللي نزل حوالي 5 مليون مصري، لما تيجي تلغي لي انتخابات الرئاسه اللي نزل في الشق الاول حوالي 30 مليون وفي الشق الثاني حوالي 32 مليون، وبعدين بعد كده انت حضرتك تيجي تروح مكمم الافواه وتمنع الصحف. حضرتك اول قناه تستضيفني من 30/6، حضرتك يمكن انتوا هتسجل لكم انكم كنتوا قناه جريئه، انكم جبتوا حد من الرموز اللي احنا قسمنا المجتمع دلوقتي. الموالي ده ممنوع انه يظهر في وسائل الاعلام، وممنوع انه يكتب كلامه في الصحف. انا بقول لك الحقيقه، انا مش من حق احد. وممنوع انه يظهر كلامه في الصحف القوميه او التلفزيون القومي، اللي رئيس التلفزيون من حوالي اسبوع قال اصل ده تلفزيون الشعب. تلفزيون الشعب، انا مش عارف توصيف الشعب في مصر بقى شكله ايه دلوقتي يعني. فدلوقتي حضرتك انت لما تعمل الكلام ده كله وتزج بناس في المعتقلات بدون تحقيق، وبعد ما انت مسكتهم انت بتدور لهم دلوقتي على توصيف انا ماسكهم ليه، فابتدى اهانه القضاء واهانه الجيش واهانه مش عارف مين. وبعدين بعد كده انت دلوقتي اخر قرار طالع تجميد ارصده بعض الرموز في البنوك. انا عايز اعرف التوصيف ده اسمه ايه حضرتك؟ وهو يعني الكلام ده مثلا كان غاب على منظمه الوحده الافريقيه وغاب على سويسرا امبارح لما وزير الخارجيه السويسري قال ان اللي حصل في مصر ده انقلاب. يعني انت بتتهم حزب الوطن ان هو بيخالف الناس تبعه عالميا، واللي طالعين دلوقتي بره علشان ان هم يجملوا الصوره للي حصل في مصر. مفيش وعاملين حتى اوباما ما قالش انقلاب. بس معلش حضرتك، انا ماليش دعوه باوباما حضرتك. يعني انت دلوقتي بس انا الصوره العالميه وانت طالع تجمل الصوره الذهنيه عند العالم دلوقتي. انت مطلع وفود شبابيه والدكتور البراد عايز يطلع والدكتور والاستاذ عمرو موسى عايز يطلع علشان يجملوا الصوره. طب اذا كان هي الصوره واضحه زي ما حضرتك بتقول وضوح الشمس، طب هم عايزين يطلعوا يجملوا الصوره ليه؟ لا هو ما حدش طلع، يعني ده كان موضوع والشباب اعتذروا، يعني حتى شباب تمرد اعتذروا وناس كثيره جدا اعتذروا. واوباما ما قالش انقلاب، والاتحاد الافريقي يعني ده بينعقد مره كل سنه في ذكرى انعقاده. اعتقد ان هناك 34 مليون وخرج من في 25 يناير اقل. النهارده الجمله دي زعلت الناس بس منك. يعني 34 مليون حضرتك دول بس، هم كانوا 22 مليون امبارح، النهارده ب 34 مليون. وشوف اللي في مستندات، ده نقلا عن مين حضرتك؟ لا ده نقلا عن الوثائق اللي نشرت والجيش نشرها وتصورت. طب حضرتك والسي ان ان قالت ايه على المظاهرات اللي طلعت الاسبوع؟ سي ان ان في حمله كبيره لمقاطعه السي ان ان وهناك اعتذار منهم وشالوا كلمه. يعني احنا برضه هننقي برضه اللي يقول لنا برضه الحاجه اللي في صفنا. احنا اعلاميين ونعرف الرساله بتتعمل ازاي. يعني السي ان ان لما خرجت اعتذرت ثاني يوم او ثالث يوم. لا وغيرت الانقلاب. لا انا عايز افهم يعني هم دول مواطنين يعني كلمة مصريين. وبعدين يعني حضرتك رئيس حزب مستني السي ان ان تقول لك انقلاب. هم دول مواطنين مصريين اللي خرجوا معارضين للانقلاب على الدستور. بلاش انقلاب عسكري، خليه انقلاب على الدستور. لا ما خرجوا ضد الرئيس كما خرجوا ضد مبارك. انا في سؤال مهم يعني. اتفضل. يعني هي بعد ثوره 25 يناير حصل مظاهرات في اسرائيل اعتراضا على الحكومه. الجيش الاسرائيلي لم يتدخل. في مظاهرات في اليونان حصلت من حوالي شهرين اعتراضا على الحكومه، الجيش اليوناني لم يتدخل. في مظاهرات الشهيره بتاعت وول ستريت في امريكا، الجيش الامريكي لم يتدخل. بس ما فيش دوله خرج فيها ثلثين الشعب. معلش، في مظاهرات في انجلترا، في مظاهرات في انجلترا والجيش الانجليزي لم يتدخل. عارف في مظاهره في سوريا والجيش بيقتل في الشعب. عارف ليه حضرتك؟ ليه؟ علشان هم عندهم اليات لتداول السلطه في البلد. هم بيحترموا هذه الاليات. لا واحنا عندنا جيش منحاز لشعب. انا ما بتكلمش على الجيش، الجيش مؤسسه وطنيه لها دور. اذا كنت انت عايز لها دور في 25 يناير نشكره عليها. انا من عشاق الجيش المصري
ولكن انت عايز تدخل الجيش المصري في السياسه، اعلن حضرتك انا عايز ادخل الجيش المصري في السياسه. ما دخلش في السياسه، هو انحاز لشعبه. هو كلام حضرتك انا فهمت منه حاكم دلوقتي. وليس يعني وكل دول العالم الديمقراطيه حاميا وليس حاكما. كل دول العالم الديمقراطيه الجيش ما يعرفش ان هو ممكن يلعب نفس الدور، او الدول الديمقراطيه ما بيجيش فيها رئيس يتعلم فينا.